بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم الأنبياء والمرسلين. تحية لأبناء مزار، تحية لأبناء جماعة مقارطو إقليم سطات دائرة بن حمد، رجال ونساء. في هذا الشريط راه ليس للشرارة، نتكلم على مجلس جماعة مقارطو من الاختلاسات. هذا المجلس في عمر عشرات السنوات، والاختلاسات اللي دار لا تعد ولا تحصى. كاين التهميش، كاين البؤس الشديد، الناس كتعاني من العطش. وسبق المجلس السابق حفر بير في الدائرة سعود ست سبع، حفر بير في الدائرة سعود عند في منطقة ست سبع، دار الأنبوب اللي كيديو المال للدواور. سيد مجلس جماعة مقارطو بالإجماع حي قطع عليهم هذاك التيو ديال الماء في القادوس، ما يتسمى بالقادوس. وهذه رسالة إلى المسؤولين اللي هو سيد القائد المنطقة ودائرة، سيد رئيس دائرة بن حمد، كذلك حتى سيد العامل. حنا غادي نراسلكم شفويا، نتسناو الجواب. من بعد غادي نراسلكم كتابيا، ونتمنى الرساله ديالنا تكون وصلكم. وانا انا ما كنتمي حتى لشي حزب، وما عندي حتى شي صراعات سياسيه. انا كنتمي الحزب الواحد اللي كنتمي ليه هو الله، الوطن، الملك. هذيك بلادي ومسقط راسي، غادي ندافع عليها من اجل التنميه، لا للاصلاح فقط. الا كنا غنديروا مجلس ويكون عندنا بيرو الناس كتعاني من العطش ومن العذاب اللي هو ديال العطش، ما عندهمش الماء ما يشربوا، ونجي انت كبسيفتك كمجلس حيد عليهم القادوس اللي كيدي لهم الماء، المنطقه تحاحوا وتحبسهم مره واحده، هذا عار. ونتمنى تكون واحد التفاته من المسؤولين يشوفوا هذا المنكر. في الوقت اللي تجتهد وتوسع الدائره ودير التمديد في حاله كاع الدواور يكونوا بحال ما هكاك، ندير نوصل لهم الماء من البير، وندير طاقه شمسيه، حتى التكلفه على المواطنين اللي ما عندهمش باش يخلصوا التكلفه ديال الماء كتكون لهم فابور. يعني غير الطاقه الشمسيه وبومبا وانت خدام. قلوب الرحمه اعطات الارض، كاين يديروا البير، كاين يديروا المضخات، كاين كيتوزع الماء ما يتسمى بالشاطو. انت بسيفتك كمجلس جماعة مقارطو كتحيد لهم هذاك القادوس، يعني قتقتل لهم بالعاني. هذه رسالة لمن يهمه الأمر، وكذلك السلطة، وعاش الملك، والله ينصر سيدنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.